طبعا الحالة الأولى هنا بنتكلم عن مادة التسلل. هنا المدافع لو اندفع في الهجمة وخرج بره الملعب واكتملت الهجمة، احنا هنعتبر المدافع هنا موجود على خط المرمى، يعني هيكون مغطي التسلل، يعني هنا مش هنحسبه ان هو مش موجود، بالعكس هنحسبه موجود وهيبقى مغطي التسلل، وبالتالي هنا الهدف في هذه الحالة هو هدف صحيح.